طيب انا بقول ان هو اردوغان بيتكلم بيقول احنا بندعم شعوب للسلام. طب انا بسال اردوغان بقول له هل تدعم الشعوب بالسلام بالسلاح؟ هل تدعم الشعوب بانك تدعم الارهاب؟ طب ايه اللي الجيش التركي او تركيا عملته للارهابيين في ليبيا؟ كيف دعمت تركيا الارهاب في ليبيا؟ عنوان بسال سؤال عريض، ما هي حدود الدعم التركي للارهابيين في الاراضي الليبيه؟ كيف ساهمت تركيا في تاجيج الصراعات داخل ليبيا؟ كيف ساهمت تركيا في تدريب وتسليح ودعم الارهاب وغرف الارهاب داخل ليبيا؟ الجيش الليبي المحترم اللي مصر بتفخر انه بتساهم في اعاده بنائه وبتدعمه بقوه بقياده المشير خليفه حفتر، دعم كافة المؤسسات الوطنية في أي دولة في العالم. مصر مع الدولة الوطنية، مع الجيوش الوطنية. تعالوا نشوفوا الجيش الليبي بيجمع معلومات وبيقول بيفضح. الجيش الليبي بيفضح فاضح لأردوغان. هو طبعا احنا ترجمناه باللغة العربية، يا ريت تجيبه لي يا إبراهيم. ادي ال بالأدلة تركيا أكبر داعم للإرهاب في ليبيا. ده في دلائل. شغل لي يا حبيبي. ده السؤال اللي احنا بنوجهه للشعب التركي في كل مكان، هل تعلمون كيف ولماذا تنفق أموالكم على الإرهاب؟ الشعب التركي بيعرف انه فلوس تركيا اللي تسببت في أزمة اقتصادية طاحنة في 2018 ستشهر تركيا إفلاسها، لأنه الأموال والموارد والإيرادات التركية كلها رايحة لدعم الإرهاب. قطر بتساهم بالنصيب الأكبر، لكن الجيش الوطني الليبي طلع هذا الانفوجراف واحنا ترجمناها، بيقول انه كل قادة الارهاب في ليبيا اللي بيسقطوا في عمليات بياخدوهم للعلاج في تركيا. وانا بفكركم وقلت هذا الكلام في 2016 او 17، كل قادة داعش اللي سقطوا مصابين كان علاجهم فين؟ في تركيا. غرفة العمليات بتدير الحرب في ليبيا موجودة في تركيا. الكلام مش أسرار بالمناسبة، أنا بس بقى عايز أجمع آدي اللي بيحصل من تركيا في سوريا، وآدي اللي بيحصل من تركيا في العراق، وآدي اللي بيحصل من تركيا في ليبيا.